السلام عليكم، صباح الخير طاب دعم عفاك، دايرين؟ لبس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وصحه جيده ان شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نصاوب معكم قندوره. هنايا غادي نحتاجو 2.5 متر ديال الثوب. غادي ناخد هذا الثوب غادي نتنيه على العرض، وغادي نخليها كالقياس اللي غادي نفصل منه الكمام، وغادي نتني الباقيه غادي نتنيها غادي نفصل منها القندوره. بحال هكا تنيت الثوب على 4، وهذا القياس هذا غادي نفصل منه الكمام، وغادي نحطو القياسات في العنق غادي يدخلو 8 سنتيم، وفي الكتف عندي 20 سنتيم، زائد سنتيم ديال الخياطة 21 سنتيم، وفي الكتف غادي ننزلو 3 سنتيم، غادي نطراسي هكا الخط ديال الكتف، وفي العنق كننزلو 2 سنتيم، في الطول نزلت بالطول ديال التركيز 26 سنتيم، وفي الصدر عندي 27 سنتيم، زائد سنتيم ديال الخياطة 28 سنتيم، وغادي نطراسي الدورة ديال التركيز. نزلت بالطول ديال الحزام 41 سنتيم، وفي الحزام عندي 26 سنتيم، زائد سنتيم ديال الخياطة 27 سنتيم. وفي الطول درت فيها 137 سنتيم، زائد سنتيم ديال الخياطة، درت زدت هنا غير سنتيم ديال العطفة من الأسفل. هنايا غادي نصل بخط من الحزام للنقطة ديال الطول، غادي نحيد القطعة ديال الامام ولا القطعة ديال الخلف، غادي نديرو التعديلات في القطعة ديال الامام في الدورة ديال التركيز. وبالنسبة للرقبة فاش كتبغيو تخيطو كديرو هكا الشكل اللي بغيتو. غادي نحيد سنتيم في الدورة ديال التركيز، صافي. غادي ناخذ هذه القطعه هذه ديال الثوب، غادي نتنيها هكا على 4، وغادي نفصل منها الكمام، وغادي نحطو القياسات. كنديرو نفس القياس اللي عندنا في الدوره ديال التركيز 26 سنتيم، وغادي ننزل ب 13 سنتيم، وهاد المسافة هادي غادي نقسم على 2، وغادي نقسم على 4، وغادي نطراسي الدورة ديال التركيز. وهنا في الطول ديال الكم غادي نديرو هكا شوية قصير، غادي ندير فيه 40 سنتيم، زائد 2 سنتيم ديال الخياطة، وفي العرض درت فيه 15 سنتيم، زائد سنتيم ديال الخياطة 16 سنتيم. صافي، غادي ندوزو للخياطه. هنا في القطعه ديال الامام درت لها الفيزلي باش تساعدني هكا في الخياطه، وغادي ندخلو 8 سنتيم ديال العنق، غادي نحيدو 2 سنتيم اللي نزلت بها في العنق، وغادي نزل 12 سنتيم، وغادي نطراسي هذا الخط هكا دائري.
صافي بحال هكا كيجي الشكل ديالها. هنا غادي نحدد النص ديال الدوره ديال العنق، وغادي ندوزو للخياطه. غادي ناخد واحد الشريط في العرض ديال 3 سنتيم، ولا هكا الا كان عندكم شريط ديال البيه كنستعملوا شريط ديال البيه. انا هنايا فقط استعملت بنفس الثوب، وغادي نخيط هكا بعد واحد نص سنتيم. هاد نص سنتيم غادي ندير هكا فيه فتيحات صغار بحال هكا في الدوره ديال العنق كامله. هاد الشريط ديال التوب غادي نثني هكا للداخل، وغادي نفني الدوره ديال العنق. صافي من بعد ما سيتها بالخياطة، هنايا غادي نزل بعشرين سنتيم بحال هكا. غادي نطراسيها، وغادي نطراسي هاد الخط في النص ديال الدورة ديال العنق. صافي غادي ندوزو نخيطو الدونطيل. هنايا غادي نديرو هكا على الخياطة اللي فينس بيها الدورة ديال العنق بحال هكا. صافي وغادي نخيطها في الدوره ديال العنق. وهنا فاش كتبغيو تدوروا هكا الدونطيل كتشربوا هكا شي شويه باش كيبغي يدور لكم في الدوره ديال العنق. فاش غادي يوصلوا لهنا النص ديال الدوره ديال العنق، غادي نثني هكا واحد نص سنتيم بحال هكا. وغادي نخلي الابره هكا نازله، وغادي ندور هاد الدونطيل. وغادي نتني الدونطيل بهذه الطريقه هذه بحال اللي هكا كنخيطوا شي سفيفه. صافي من بعد ما سيتها بالخياطة، غادي نعاودو عليها بالخياطة المرة الثانية. بحال هكا كيجي الشكل ديالو. وغادي ناخذ القطع ديال الخلف، وغادي نفينيو الدوره ديال العنق بحال هكا. غادي نثني واحد نص سنتيم، وغادي نثني نص سنتيم المره الثانيه، وغادي نفيني الدوره ديال العنق. ولا كديروا هكا التبطين ديال الدوره ديال العنق ديال الخلف.
وغادي نخيطو الكتفين بعد ما خيطت الكتفين غادي نخيط لكم هنا غير حددت النص ديالكم غادي نديرو مع الخياطه ديال الكتف وغادي نبدا بالخياطه من واحد الجهه وغادي نخيط الدندل من الداخل بحال هكا على الحرف ديال التوب ومن بعد غادي نفينيه على الوجه صافي وغادي نقلبو هكا على الوجه بحال هكا صافي هنا غادي نجمع البياسة من بعد ما جمعت البياسة غادي ندوزو نديرو العطفة من الأسفل هنا غادي نتني سنتيم وغادي ندير العطفة من الأسفل غادي نساليها بالخياطة ونشوفو الشكل النهائي بعد ما سالتها بالخياطه هنا غادي ندير لها هكا هاد الصديفات مغلفين كتغلفوهم في اللون ديال الثوب بحال هكا وكان هذا هو الشكل النهائي بحال هكا كتجي في اللبسه كيجي الشكل ديالها رائع وكتجي مريحه في اللبسه بحال هكا وكيجيو هاد العقيدات هكا في الصدر كيجي الشكل ديالهم زوين وكان بنات هذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى يكون من الاعجاب ديالكم استفدتوا فيه من تشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم تخليوا لي جمله تعليق ديالكم نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله والسلام عليكم.